انهزام اخر. على كل حال هو نطلب السماح من لي سيبورتور تاعنا كو لو كلوب هذا راه ترافيرسي بيريود تري تري ديفيسيل. في لي مومون هادوما الحل الوحيد هو لا موبيليزاسيون، هو راهو في يد لي جوار، دونك راهو ما راهو في يد الاداره. ان بريزيدون ما يقدرش يدخل للستاد يماركي ولا ما جو بونس كو الحل انا ما راهوش في يدي انايا ولا راهو في يد المدرب راهو يخدم خدمته كونفينابلومون. لي جوار بوتات لي زون لا بور او فونتر، بوتات راهم سو بريسيون، بوتات يا دي جوار يا دي جوار كي ساف با بلي يل بورت لو مايو دو لا جي اس كا، بالك كبير عليهم شويه. جلو دي كليرمون ان شاء الله دوك هاتيك واش دوك هاتيك الحل الوحيد هو الخدمه، موبيليزي لي جوار، وان شاء الله افيك لاد دي سيبورتور شوزي سور كو هاد الفريق هذايا ما راهوش رايح يريح في هاد المرحله هذايا في هاد المرحله هذيا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اون فوا فينير. هذه هي الامر اللي ما مشاش بوتاتر سيتي ما فوت اون شوازيسون لونترينور اللي جا اللي كانت عنده كاع الصلاحيات وكانت عنده كاع الامكانيات ودار ان بريباراسيون اللي كان عنده الوقت باش يدير ان بريبارا ان بون بريباراسيون. بالك الغلط تاعي هو كان المدرب السابق جوزي ريغا اللي بدا البطوله بثلاث انهزامات، بالك هذيك هي اللي اثرت على اللاعبين، ولاو يلعبوا سو بريسيون ولاو يلعبوا خايفين شويه. بوتيت را مون افي بلي هذا هو بار اكزومبل. دونك انا دونك لي جوار اللي راك تقول جابتهم جياسكا كيما الحارس مجادل، نقول لكم باللي جاو لا بريمير سومان اي سون تونتريني، ومن بعد لا اون بليسيور، راهو في روفيان بتي تابتي، ما حبيناش ناخذوا الريسك وندخلوه باش يعاود يروشيتي. دونك لو كا دو زردوم، انا جونت با في لو كا دو زردوم. حنا اون رامني زردوم نعرفوا كاع الامكانيات اللي عنده، مي هذا يرجع للمدرب، سي اختيارات تاع المدرب اللي راهو يشوف باللي اكتويلمون زردوم ان با بري فيزيكمون تو سامبلومون. راهو يخدم فيه بزياده باش ان شاء الله يعاود يولي زردوم لا فورم اللي كان فيها. الكوتش عمراني راهو يخدم في خدمته. الكوتش عمراني النهار بدا ربح، دوك هاد لي ريزولتا. انا الكوتش عمراني الى تو مون سوتيان، انا نشوفه فيه راهو يخدم راهو يمد في الحلول. الله غالب بالك سيتون ما على باليش علاش ما مشاتش، مي شوزي سور كو لو كلوب ان شاء الله ريفياندرا اون فورس ان شاء الله. بيان سور هادي سي لو شوا نتاع لونترينور، مي راهو جاي الميركاتو على كل حال ما يسمحناش نجيبو اكثر من ثلاثه لاعبين من الميركاتو. ان شاء الله اون فافوار ونشوفوا واش ندير. دوك تكلم على الاصابات ولا ماشي اصابات، عندنا دو تروا جوار بار بوست، دونك انا ما ندخلش في هذه نتاع الاصابات. كاين لاعب واحد اخر يحمل قميص شبيبه القبائل، وان شاء الله الشوسيور اللي الكلوب هذايا لازم جوست اون موبيليزاسيون من عند الجميع، باسكو ما كاش حل واحد اخر. سي دوك ولا كاين حل في زعما نقولوا الاداره هي شغل هي المشكل، انا جو شوي بري ا بارتير، ما كاش مشكل. الشركه الوطنيه انا نوجه نداء، شوف انا نوجه نداء مباشره باللي الحل الوحيد نتاع هذا الفريق لازم له شركه وطنيه كيما بعض الانديه. على كل حال الجزائريه اللي رانا نلعبوا في الشامبيون معاهم عندهم شركات، دونك انا قلتها مانتربريز باللي سي با ليغال، ماشي عدل هذا وين فريق تمدلو كامل الامكانيات وتمدلو الاموال باش يسير وتمدلو يسير كيما يحب هو، وفريق كبير وعريق كيما شبيبة القبائل تخليه ما لو كان نحكي لكم على لا سيتياسيون شغل واش راهو يعاني بها الكلوب هذايا فينونسيارمون، بالك تقول هذا الانسان هذا راهو يكذب.
والسلام عليكم. الشركه ما في حاله ما جي شركه، شوف انايا اللي يجي ويمد البلوس يجي انسان واحد اخر في بلاصتي مرحبا، تجي شركه افيك غران بليزير. انا جيت للفريق هذايا حب للفريق هذا، خدمت بنيتي وخدمت على واش راني قادر نخدم. وحاجه واحده اخرى درك هاتيك ما تجي شركه مرحبا، تقدر تجي الشركه هذه انا في الثانيه هذيك نروح ونريح مشجع لشبيب قابيل وشكرا صح.